شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. انتهت المباراه بفوز كبير للنادي الاهلي 79-48. مبروك النادي الاهلي، خطوه جديده، خطوه ثانيه، يتبقى خطوه وحيده بعد المباراه الثالثه ان شاء الله للوصول الى المباراه النهائيه. الف مبروك، فوز مهم، فوز يعني جاء نتيجه دفاع قوي. النهارده نادي الزمالك حاطط 48 نقطه فقط في اربع اشواط، ده يدل على قوه يعني تقريبا 12 نقطه في الكوارتر الواحد، وده يدل على الدفاعات. فرق كلمه السر ما بين مباراه اول امس واليوم هي الدفاع. ارجع لضيوفي تاني منورني في استوديو الكابتن طبعا طاهر رجب والكابتن سلعاوي. كابتن طاهر، يمكن يعني زي ما توقعت حضرتك الدفاع هو كلمه السر، وقد كان يعني النادي الاهلي بيدافع من اول دقيقه. واضح من الكوارتر الاولاني، وكون ان الزمالك يحط 22 بونت في الكوارتر الاول والثاني، ده يعني معدل 11 وممكن زاد 2 بونت في الثالث والرابع، انما ده واضح نتيجه تفوق دفاعي وتفوق في الكرات المرتده خاصه الدفاعيه منها. نعم، الريباوند كله كان بتاعنا، وده مؤشر على ان تحت الحلقه احنا ملكناه اوفنس ودفنس، يعني في الحالتين احنا ملكنا الحلقتين، واللي يملك الحلقتين يكسب الماتش. نعم، ده في المقام الثاني بعد الديفنس. نعم، الديفنس والريباوند بيؤدي في الاخر لاسهل باسكت يتحط اللي هو الفاست بريك. صحيح، ده وده اللي حصل معانا. دي المعادله اللي بتاعت الباسكت، لو بحثت في جميع المباريات هتلاقيها هي دي المعادلة. ديفنس قوي، ريباوند، تجري فاست بريك، كده كسبت الماتش بكل سهولة. وده اللي حصل النهاردة يا كابتن. وده اللي حصل النهاردة، هو الأصعب فيه هو الديفنس طبعا. كابتن سلعاوي، يمكن النهاردة واضح إن مستر أجوستي بوش أرى الملعب كويس، استفاد من جيم 1 بشكل كبير. يمكن نادي الزمالك يعني ما تستعدش المباراة بالشكل اللي استعد ليه النادي الأهلي. النهارده كل المميزات اللي كان فيها نادي الزمالك في جيم 1 من فاست بريك وقف النهارده، النادي الاهلي وقف في الفاست بريك. الترانزيشن ديفنس لنادي الاهلي كان عالي جدا، وقف السكند شوت بتاع النادي الزمالك. النهارده النادي الاهلي بيعمل سويتش في البيك اند رول، والسناتر بتوعنا بيمشوا مع الجاردات، وشفنا كميه بلوكات واللعبه دي اتكررت اكتر من مره، ونادي الزمالك فشل انه يلعب على قصاد هذه اللعبه او هذا النوع من الدفاع. شايف النهارده ازاي قدر مستر اجوستي يقرا المباراه ويستفاد من اخطاء الفريق في جيم 1؟ نقدر نقول مبروك النادي الاهلي، ادى مباراه شعارها الدفاع الجيد، واستوعب جميع الاخطاء اللي كانت في المباراه الاولانيه، فرض اسلوب لعبه من اول دقيقه في المباراه، فرض اسلوب الدفاع الضاغط على النادي الزمالك. نادي الزمالك جعله ليس لديه اي حلول هجوميه بصراحه، حتى الحل الهجومي اللي كان يعمل سكرين على الهاي بوست ويعمل اختراق كان كله بيقابله الطوال عندنا وببلوكات، وقدرنا نسيطر على الريباوند في الحلقتين، في الحلقه دفاعيا وهجوميا، فقدرنا نجري فاست بريك، رجع المعدلات الطبيعيه، رجع مستوى الثلاثه بونت عندنا نسبه عاليه جدا. اعتقد ان السكور موزع بنسب متساويه. الشوط الاولاني والثاني كان عمر طارق هو اللي ظاهر، لكن الشوط الثالث والرابع في عمرو زهران، في احمد اسماعيل قدم مباراه جيده، تومسون بدا يقود الفرقه تكتيكيا. سؤالك على حاجه يا تسلاوي، سبحان الله والله، كنا بنتكلم واحنا بنتفرج على المباراه مع حضراتكم، تومسون ما تفهمش، انا بقول يعني توليفته راكبه، ما تفهمش في ايه يعني. هو يعني انا مقتنع به تماما، كلنا مقتنعين به، بس يعني عن تجربه يعني وولتر هودج، خلينا نتكلم على المستوى الفردي اعلى كتير جدا من تومسون، بس ما تفهمش تومسون السوفت وير بتاعه راكب على السوفت وير بتاع فيدر. يعني واحد فيدر في ظل وجود هدافين كتير، يعني انا عندي عمرو الجندي وهاب امين، حتى النهارده عمرو زهران جايب له 3 3 بوينت من 4، يعني في ناس كتير تجيب باسكت، في حلول هجوميه. ابو النصر زائد السناتر اللي بتنزل لهم الكوره، فانت عاوز واحد فيدر يعني اكثر ما يكون بياخد من حصه
اللعيبه دي اللعيبه المهاجمين السكورر زي ايهاب امين وعمرو الجندي وبتاع هو بياخد من حصتهم يعني اذا ما كانش يعني وستر هوم. انت عارف يا كابتن اللي يثبت صح كلامك ايه؟ ان احنا جربنا. طبعا يعني هو كان معانا السنه اللي فاتت تجربه وجان تجربه وجي ولتر هودج. ولتر كان كويس جدا احنا ما قلناش وحش يعني الراجل كان هايل بس انا بتكلم ان الفرقه شكلها مع تومسون تحس الفرقه هي دي بتاعت السنه اللي فاتت. انت عايز بلي ميكر صريح بلي ميكر يمشي ملعب ويقود فرقه ويمون هذه الفرقه. الراجل ده عنده المواصفات دي حتى لو ما كانش بيعرف يجيب باسكت بس هو نقطة الارتكاز بتاعه أو مكانه أز بوينت جارد هو مهم جدا في ظل النوعيات من يعني في ظل الخامات اللي عندك الهديفة أو اللعيبة اللي عندك موهبتهم جامدة قوي في الأوفنس فأنت محتاج واحد يشغلهم واحد يخدم عليهم. وتومسون حاجة ناجح في الموضوع ده جدا بصراحة وكمان النهارده احنا جبنا 5 بطولات السنة اللي فاتت بتومسون والناس مش كلها بالصدفة يعني الناس كلها في مش مقتنعة بيه عشان الناس بتفكر ان اللي بيجيب باسكت هو بيجيب الجول مع ان من اسباب المكاسب ان يكون واحد عندك ديفندر بول كنترولر من اسباب يعني بيطلع بالكرة من غير تيرن اوفر بيعمل بلوك بيجيب ريباوند ما دول نوعيه واحد تاني يطلعك من البريس صحيح كل الحاجات دي في الاخر بتترجم لسكور بالظبط بتترجم لشكل بتترجم لكيان انا ماليش دعوه غير من الاحصائيات اعمل استاتستيك ليه وشوف الماتشات اللي هو لعبها ده في ماتش دخل حط له باسكت في البطولة العربية كان مع فرقة من لبنان في آخر 5 ثواني كانوا بيلعبوا في بيروت نادي بيروت اللبناني في قبل نهائي البطولة العربية بالزبط. اللي كانت في اسكندرية في صالة نادي الاتحاد الاسكندري دخل جاب الباسكت ده بعد ما كنا احنا مغلوبين يعني قصدي اقول لك انه يعني تومسون وكمان ده ما يمنعش بقى كابتن ان الروح كانت عالية النهاردة بس راح يعني البنش انت وطبعا انتوا حضراتكم اساتذتنا انت تعرف الروح من البنش مش طبعا من الخمسة طبعا في الملعب طبعا النهارده البنش كله واقف لا بنش كرة كله رجع يعني هو برضو المكسب حلوة كابتن هيثم نعم دي تاني مباراة على التوالي الأهلي كسبها برضو ده برضو بيدي إنذار للفرق التانية إن لا الفرقة الأهلي فرقة جيدة فرقة واقفة على رجليها روح اللي جوه زي اللي بره ما فيش اختلاف اللي داخل بيشجع اللي يعني كل الناس مبسوطة زائد إن النجوم بتتغير والسكور بيتغير من مباراة الأخرى نعم. لو تلاحظ الموضوع ده يعني النهاردة مثلا ممكن نلاقي عمرو الجندي نلاقي عمر طارق نلاقي تومسون نلاقي إيهاب أمين طيب. النهاردة في ملحوظة أنا بأمانة النهاردة بحيي إيهاب أمين شوف أنا بقول بقى الناس مش واخدة بالها الأسيست الله ينور عليك كابتن النهاردة إيهاب أمين لما لقى الدنيا مش ماشية معاه عادي جدا على فكرة أثر عادي إن جدا هو يباصي ويدي الكورة حضرتك عارف وكابتن سلعاوي إن لعيب بيبقى سوبر ميجا ستار زي إيهاب أمين عادي جدا يبقى عنده ماتش واتنين يبقى أوف داي النهاردة إيهاب أمين هديكوا أرقامه حضراتكم هتشوفوا يعني إيه قيمة إيهاب أمين النهاردة إيهاب أمين حاطط 8 بونت ده مش ده بيلو الأفريج اللي بيحطه طبعا. عارف عامل كام أسيست يا كابتن 9 أسيست تسعة يعني ده 27 بونت ده 18 بونت لا بس حد يقول لي يعني حد بس ايه يعني يترجم لي جارد مش بوينت جارد حاطط 9 عامل 9 اسيست يبقى هو مش صدفه هو عدل من ادائه لا هو مش عدل من ادائه كمان نوعيه الفرقه اللي انت بتلعبها تجبرك على انك تنزل الكوره تحت فهو ده اللي فتح الاسيست يعني انا لما يبقى في عندي السايز تمام عندك السايز بتاع وبيتحرك صح عمر طارق وبيتحرك صح بيتحرك صح فهو العقل يقول ان انت وانت مغمض تروح مدي الكره لعمر طارق وده اللي حصل عمر طارق حط كام بونت عمر طارق الكره للفريق حطت 14 نقطه بس اقول لك على حاجه بقى بالرغم ان ايهاب امين حاطط 8 بونت الافيشنسي بتاعه 18 زي عمر طارق بالرغم ان عمر طارق سكورر الاسيست وزنها في الافيشنسي عالي جدا يعني طبعا. انت قدامك راجل سنتر اللي وراه اثر منه مثلا 20 سنه نعم بالتالي اخد الكره شوتها ولا ادي الراجل تحت الحلقه صحيح أمر. صحيح فده اللي حصل زائد ان احنا بنقول ان احنا عندنا تفوق تحت الحلقه بالظبط
فهو ده اللي يجبرك يعني. ده ملخص للمباراه يا كابتن حضرتك بتتكلم. لا هو هو الـ 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 الميزه في الموضوع ايه؟ ان انا بقرا. صحيح. القرايه بتقول ان المفروض الكره تخش تحت الحلقه. صحيح. فبالتالي نسبه الاسيست بتاعه هو راجل سكورر باستمرار. نسبه الاسيست بتاعته عليت نتيجه السيتويشن. صحيح. الوضع اللي احنا بنلعب عليه. بس ده تركيز برضو يا كابتن. يعني انت لعيب لازم مركز قوه قوتك فين طبعا طبعا وبتلعب عليها طبعا. ما انا ممكن ما اشوفش اللعيبه دي ابقى وش في الارض ما اشوفهاش. هو دلوقتي لا برافو هبقى مين بصراحه. النقطه برافو. كمان انك انت لازم تخلي بالك انك هتلاعب الاتحاد مش هتلاقي الفضا اللي تحت الحلقه ده. لا يا كابتن ماتش الاتحاد قصه ثانيه. لا طبعا اربع سناتر او ممكن يكون احنا كل ده عاوزين نطمن ان نخش ماتش الاتحاد واحنا عاملين حسابنا على كل الصعوبات اللي هتواجهنا. طب امتعكم كمان يا كابتن بشويه كلام في الاحصائيات. امتعكم ما اتفرجش على الماتش ابعت لي احصائيات واقول عمر طارق كده اقول كابتن سلام تفتكر لعب قد ايه عمر طارق؟ لعب مثلا مش اقل من 15 دقيقه 14 دقيقه 16 14 يعني كتير مش قليل. طبعا عمر طارق عمر طارق لعب تقريبا 2 كوارتر تقريبا والمست بتاع 20 دقيقه. كابتن طاهر صح. ليه بقى بالرغم ان انت حاسس ان اللي عمل عمر طارق ده كله لعب 19 دقيقه و44 ثانيه. لا هنا دي قياده من مستر اجوستي. النهارده انت لما تخلي الفرقه لعيب سوبر بالشكل ده وعمل لك اللي عمله ده ولعب 20 دقيقه يعني انت ما حملتش عليه. ما حملش عليه وفي وقت كمان نزله نتيجه. اعتقد ان كلهم كده مش بس عمر طارق. صح. احمد اسماعيل كلم الحكم فراح منزله زي يعني بيغيره عشان بالتالي كله برضه كله في الرينج بتاع كله كده. طب اكتر لعيب لعب النهارده مين كده بتخيل حضرتك يعني النهارده وجهه نظرنا الاهلي اكتر لعيب لعب مين؟ انا بس ايه بنعمل الاسئله دي كنوع ايه ان احنا بندردش يعني. اعتقد ممكن يكون عزب. يعني لا عزب مش اكتر لعب كتير عزب بس مش اكتر تومسون. واحد تومسون لا, لا, لا مش اكتر واحد. اللي لعب اكتر واحد عمرو الجندي بس ده ليه؟ عشان لعب 3 و4 في اوقات لعب 3 وفي اوقات لعب 4 فده اداله دقيقتين زياده ما لعبش كتير قوي. ده لعب 23 دقيقه اول ماتش تقريبا 22 دقيقه و49 ثانيه. هو ما زال بيشتغل بالروتيشن وكل برضه احنا عايزين كابتن هيثم يتكلم عن الولد مقارن. كريم حاتم. كريم حاتم برضه لعيب. تعال نشوف احصائياته. لو انت مش اتكلمت عن كريم حاتم تعال نشوف احصائياته. لعب برضه ما يقرب من 10 دقائق مثلا او 12 دقيقه تحت 18. كريم حاتم لعب 11 دقيقه كابتن. صح من 10 ل 12. بص هو كريم حاتم في نقطه واحده هو يعني النهارده ما بيلعبش على الباسكت. يا عيني عليك يا كابتن. صح. بيلعب عايز يمشي زيرو تراي. ما عملش ولا تراي على الباسكت. طب ده ترجعه لايه يا كابتن؟ هل هو قلقان شويه لسه ما خدش الثقه؟ قلقان؟ انا بقول كده الواد عنده امكانيات عاليه جدا. قوي قوي ولعيب كويس جدا ومستقبل. احنا كنا بنتكلم في الحرص. مستقبل بس هو حريص. هو رغم ان هو صغير عايز ينفذ. عاوز يبقى حريص بحيث ان الفرصه يغتنمها بما فمش عايز يغلط. قوته. ما هو لما انت تعمل غلطه واثنين وثلاثه وانت لسه بتبتدي يقول لك لا لا بس هو وبعدين في ماتش زي السيمي فاينل وماتش ضد الزمالك وماتش ده 18 سنه ده تحت 18 سنه يعني يذكر لمستر اوجستين ان هو بيرميه في الملعب لفترات مش قليله. طيب نشوف نبص على تاتا بونت كده يا كابتن. نبص على تاتا بونت. تاتا بونت احنا شايطين 33 3 بونت. جايبين 8 الفرقه كلها نسبه 24% في احسن. دي اوحش حاجه النهارده. النهارده احنا كان الكابتن طاهر بيقول ان النهارده اوحش حاجه الثري بوينت والفاول شوتنج. الله ينور عليك يا عيني. صح يعني باينه جدا من باينه. طيب ناخد التاتا بونت 33 جايبين 8. انت لو كنت 33 جبت 10 كنت هتبقى فوق 33 في جيت في الثلاثينات مثلا فكنت هتلطش في النسبه الصح. فانت النهارده الفري ثرو بقى كام للاسف. طيب خلينا نروح لاوضه اللبس في صاله برج العرب ونشوف فرحه اللاعبين بعد هذا الفوز. اتفرج على الفرحه دي. اهو بصوا يا جماعه دي يعني لقطات هتلاقوها حصري على قناه النادي الاهلي. دي اوضه اللبس واللعيبه بتغير هدومها طبعا في فرحه اكيد المكسب. بصوا يا جماعه المكسب احنا كنا لعيبه وقعدنا القعده دي المكسب بيخلي الشكل كده حلو
مخلي اللعيبه فرحانه والمكسب بيجيب مكسب. بص كله يعني كابتن دياستي وعمرو الجندي وهاب امين وكاميرا قناه النادي الاهلي موجوده في اوضه اللبس زي ما حضراتكم شايفين. عمر عزب، مروان سرحان النهارده اللي بالحقيقه عمل النهارده يعني الحقيقه مباراه جيده جدا. يمكن يا كابتن برضو احنا عندنا مشكله في الاربعه طول عمرنا ان كان دايما بيبقى فيه اصابات، لعيبه بتغيب. النهارده مروان سرحان لما النهارده جايب كورتين ثلاثه بونت بيدافع كويس جدا. مروان سرحان لما بيلعب وبيبقى في فورمته كاربعايا بينقلنا في حته ثانيه كمان. طبعا لعيب كويس، مش لعيب مجتهد، لعيب كويس. هو عانى من الاصابات السنتين اللي فاتوا وكده، بس هو لعيب جيد يعني في. لكن هو اعتقد ان مستر اوجستي بيعتمد على سيف مع عمر طارق اكتر من بيعتمد على صحيح. يعني النهارده هو منزله في اول الكوارتر الثالث تقريبا. مروان اتاخر عليه في النزول. مروان مؤدي لا، وبعدين في اوقات كتيره بيستعمل عمرو الجندي اربعايا مع سيف او مع عمر طارق او احمد اسماعيل. مروان لاعب 17 دقيقه، مش لاعب قليل برضه. مش لاعب قليل. ومروان 17 دقيقه الاخار. بس خد بقى احصائيات، مروان سرحان احصائيات تعجبك. 17 دقيقه اول 18 دقيقه اول 17 دقيقه 46 ثانيه، وهسمع تعليق حضراتكم على الارقام دي. 2 بوينتس فيلد جول جايب 6-3 50%. كويس. يعني فيري هاي برسنتج. 2 بوينتس واحدة من اثنين 50% برضو. 3 بوينت 2 من 4 50%. عالية. كل نسبه 50%، نسب عالية جدا. مروان سرحان انا يعني لا في الثلاثة بونت 50% ده رقم. طيب الفري ثرو 2-2 100%. ريباوند 4 ريباوند. عندك ستيل عامل واحده، تيرن اوفر واحد، عندك الفاولز عامل اربعه فاول. الافيشنسي 12 عالي، افيشنسي عالي، وحاطط 10 بونت. لا مروان النهارده ارقامه حلوه بالعين المجرده، احنا شفناه مميز النهارده. ارقامه بتتكلم. طب مين من اللي انتوا عايزين تعرفوا ارقامه يا كابتن؟ احمد اسماعيل. نجيب احمد اسماعيل مجتهد. احمد اسماعيل لاعب على فكره، احمد اسماعيل مش لاعب كتير، لاعب 14 دقيقه عشان فاولات ممكن. بص بقى الارقام، كلم الحكم. سلام عليك يا ابو حميد. سلام عليك يا احمد اسماعيل، ارقامك حلوه يا ابني والله العظيم. كابتن سلاوي برده مش سهل، خلي بالك برده كابتن سلاوي يبقى شكن سنتر خبير. خبير سناتر. لا سناتر، هداف لوس انجلوس، سكور، عذب الامريكان كابتن سلاوي ده. كام؟ بص ارقامه بقى، الفيلد جول، الفيلد جول بقى ما بين 2 بوينتس و 3 بوينت 5-3 60%، نسبه عاليه جدا لاحمد اسماعيل بصراحه. يعني 60% فيلد جول، هناخدها بقى نقسمها 2 بوينتس و 3 بوينت. 2 بوينتس حاطط 3 من 4، نسبة كام؟ 75%. 3 من 4 لا 75% 3 من 4. عندك ال 2 بوينتس حاطط لا هنخش على 3 بوينت، شوت واحدة بس 3 بوينت جلاها. دي اللي شايطها الوحيدة. الريباوند واحد، يعني الافشنسي بتاعه 6. عامل أرقام حلوة، عامل أرقام حلوة أحمد إسماعيل على قد الوقت اللعب. يعني قد وقد اللعب وقد كمان المحاولات اللي عملها، يعني 3 بونت ما عادش فرقع، يعني شاط واحده صحيح على اساس ان هو سنتر. صح، على اساس خمسايه يعني. طيب قول لي بقى يا كابتن، تفتكروا مين من نادي الزمالك اللي معاه؟ عزب. عزب. عزب كان حط كام بونت تقريبا؟ هو اصلا حاطط لا يقل عن 27 بونت. قول يا كابتن طاهر كده، توقعت توقع كده ممكن يكون عزب حط كام بونت؟ 31. هو في نفس الرينج، هو كابتن سلاوي. بس كابتن سلاوي اصله بص كان هداف عالي، بص بيقعد يعد عداد. كابتن سلاوي بيقعد يعد. بص ما نجيبش الاحصائيات بقى، كابتن سلاوي حافظه في سبليت وفي لوس انجلوس الاثنين طلع فيهم هداف. هداف صح؟ وهو جنن الاتراك وجنن ال الامريكان. صح. طب كام يا كوتش؟ 25 نقطة ولسه قايل 27. خلي بالك هو قاعد عداد، يبين ان هو لا قاعد. بص بقى هو طبعا الافشنسي 21 العزب، احصائياته ارقامه عاليه بصراحه. لاعب 31 دقيقه، بالرغم ان كابتن مرعي 31 دقيقه ما بنشوفهاش مع كابتن مرعي دي، استحاله الرقم ده ما بنشوفهوش. بس هو ما عندوش لعيب اصلا، ما عندوش لا وغير ما عندوش، هو كل لعب الزمالك ايه؟ بنتريشن. ما كانش في 3 بوينت، ما بنزلوش الكره تحت الحلقه خالص لحد
لان ما فيش يعني لحد تحت الحلقه ما فيش سكيلز جامده. او صراحه يعني انا عاذر فرقه الزمالك تحت الحلقه، بس المشد والله يعني كويس، ما هو كويس بس هيعمل ايه مع 4-5 هيبدلوا عليه مش هيبدلوا عليه. بس خلينا اقول لك برضو يا كابتن انه غياب الامريكي النهارده مؤثر طبعا، متهيألي يعني طبعا سهل علينا الدنيا. خلينا نقول نبقى منطقيين، لا غير سهل، بس احنا كنا نكسب ان شاء الله. لا بس برضو يعني فرق مع الزمالك، لا مش فرق يا كابتن هيثم، كان هيريح. لا هو هو يعني غياب الامريكاني ها خلى الماتش كده، كان ممكن احنا نكسب بس كان الماتش يبقى احلى من كده. انت قصدك يبقى في باسكت من يبقى ناحيه الزمالك اكتر، تتمتع شويه في الباسكت شويه، بس كنا هنكسب ان شاء الله. انت فرق، الفرق بينك وبين الزمالك يا كابتن هيثم ما يقل عن مفروض وضع الطبيعي من 20 ل 30 بونت. يعني واخد بالك ازاي كباسكت؟ احنا بنتكلم باسكت، ما احنا يعني محترمنا الكامل لاي فريق، لاي فريق احنا بنتكلم باسكت. بالنسبه لفرقه الاهلي لكن احترمنا لجميع الفرق، لكن الفرق مفروض كده، ده الوضع الطبيعي للنجوم اللي موجودين في النادي. هو ده احنا النهارده برضك طمنا على اكتر من لعيب الاهلي ان هي يعني هتبقى ان شاء الله. طب كابتن خد الرقم، المسؤوليه والثقه في ماتش. طب خد الرقم القياسي ده يا كابتن. النهارده السله فرع السله بقى، هنتكلم على الفريق الرجال. ده المكسب رقم 12 على التوالي. سلسله ما حصلتش تقريبا، انا اتصور ما حصلتش في تاريخ. 12 على الزمالك. على الزمالك يعني 12 لقاء ورا بعض. واخر لقاء كنا الاهلي خسر من الزمالك كان ماتش تحصيل حاصل في المرتبط من 3 سنين مثلا ولا سنتين على ما اتذكر. فاكره؟ فاكره اللي كان في الاسماعيليه يا كابتن؟ اللي احنا كنا ضمننا التاهل في المرتبط، كسبنا 3 من 4 وكان الماتش ده تقريبا كان ايام كابتن اشرف او مستر اجوستي في الاوائل، ريح الفرقه فخسرنا. يعني 12 فوز على التوالي. كان الكابتن اشرف كان لسه اجوستي ما مسكش من 3 سنين، لا ما كانش مسك. اللي عمل السلسله دي بشكل كبير يعني ما افتكرش السلسله دي حصلت في تاريخ النادي الاهلي في مصر، ما افتكرش. ممكن تكون حصلت في 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 فروع ثانيه، طايره مثلا، ما حصلتش في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في كره السله في الباسكت السنه اللي فاتت او خلال 3 سنين اللي فاتوا. احنا متفوقين على الزمالك بنسب كبيره. نعم. وعايز برضو اقول لكم على حاجه كمان، يعني يمكن النهارده السنه دي هجيب لكم رقم مهم جدا، ان احنا ده تقريبا ده اللقاءات يعني في سلسله لقاءات ديربي في الالعاب كلها. النادي الاهلي هجيب لكم انا الرقم، هم بيجيبوه لي الرقم، احنا يعني يمكن 19 او 20 فوز السنه دي او يمكن 21، بيجيبوا لي الارقام بالظبط، هجيب الارقام بالظبط، انه الحمد لله السنه دي في تفوق كبير جدا لالعاب الصالات في النادي الاهلي. طبعا. تفسر ده بايه يا كابتن؟ افسر ده بان الدعم اللامحدود مجلس اداره زائد النشاط الرياضي زائد لجنه انتقاء المواهب. ايوه اللي حضرتك فيها. واللي كابتن طاهر فيها، وفي كمان الكابتن محمود والكابتن نور عطيه، وفي الدكتور فوزي فضالي، وفي اللي هو ابراهيم سيد، زائد شريف علي، وكابتن شريف علي كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر. كابتن النادي الاهلي. طيب الرقم جالي اهو، الماسترو بتاع اللجنه ده. 20 فوز النهارده بالفوز ده، 20 فوز للنادي الاهلي في الديربي كله في الالعاب الصالات رجال وسيدات، مقابل 3 فوز فقط نادي الزمالك، منهم فوزين كانوا في كره اليد تقريبا. جراند بول. فوزين في كره اليد، وممكن تقريبا فوز مش فاكر قوي. ايه؟ امبارح اتنسوا بعد الدوري ما كره النادي. لا خلاص. ما هو لا انت ما هو النادي الاهلي دول عمره بدور على بطوله. بس النهارده انت بتتكلم في 20 لقاء فاز فيهم النادي الاهلي بالنهارده، وثلاث لقاءات فاز بيهم نادي الزمالك، وده بيدل قد ايه انت عندك يعني مستعد الموسم كويس. وكمان عايز اخد راي حضراتكم في حاجه، النهارده مجلس الاداره لما لقى مشكله في اليد دعم فريق اليد بشكل غير مسبوق. يعني النادي الاهلي لما بيلاقي عنده مشكله في فرع من الفروع دعم غير مسبوق في الوقت اللي فيه انديه تانية بتسرح فرق، يعني بدون ذكر اسامي يعني. وعشان بس ما يقولوش ان احنا بنسقط، ولكن في انديه
بتسرح لما بتخسر بتروح مسرحاه. النادي الاهلي، النادي الاهلي بيدعم النهارده. اليد السنه اللي فاتت كان في حاله من عدم الرضا، مش هقول عدم الرضا برغم ان هم خدوا ابطال الكؤوس السنه اللي فاتت، عدم خدوا السوبر في بعض البطولات سوبر افريقيا، ولكن مش راضي، مش الجمهور الاهلي مش راضي. دعم دعم جامد جدا. يعني اول امبارح احنا قلنا واتكلمنا على انك مثلا جمهور النادي الاهلي، مجلس اداره والنشاط الرياضي يعني بادلوه حبا بحب وجابوا له الاوتوبيسات واصروا ان هم يروحوا النهارده في اوتوبيسات على حساب النادي، وده ده ده كله برضك من قبيل الدعم. صح، يعني مش ان انا اجيب هو برضه. انت كنت مستريح بالنسبه للفولي ولاد وبنات، كنت مستريح بالنسبه للباسكت، دلوقتي بدات استريح برضه للباسكت ولاد وبنات. كان عندي المشكله اللي كانت موجوده مشكله الهاندبول، دعم الهاندبول كويس جدا، رجعت على الخريطه الثاني، تساعدت السيد اللعبه لفتره طويله، العاب الصالات اتقفلت. وبرضو اليد، بيان كابتن محمود الخطيب او تهنئه كابتن محمود الخطيب امبارح لفريق اليد وسام طبعا حاجه. والاجمل من كده انه بيهنيهم. بس يا جماعه لسه عايزين منكم اكتر، عايزين اكتر. خلينا نروح لارض الملعب تاني وصاله برج العرب، ولقاء مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام مع سالة حامد. اتفضل يا سالة. حاليا انا معايا الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك لك طبعا على المباراه اللي النهارده. شايف المباراه النهارده ازاي، وطبعا اداء لاعبي النادي الاهلي امام نادي الزمالك النهارده؟ الاول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نرحب الاول كابتن طاهر رجب، كابتن سرعاوي، وكابتن هيثم. الحمد لله على المكسب. بس قبل المكسب احب يعني اهني فريق كره اليد امبارح على الفوز ببطوله الدوري، غايب عنا بقى فتره. كان واضح لكل الناس ان الفرقه ماشيه بخطى ثابته. حي كابتن خالد العوضي على مساندته ورجوع الهاندبول طبعا، لان دي حاجه محسوبه له قبل اي لعبه، لان دي لعبته. فكلنا فرحانين جدا بفريق الهاندبول، وتحيه خاصه مني لحميد امبارح على الماتش الكبير اللي هو قدمه، وهيما برضو اقول له وشك حلو يعني رجوعك للنادي في منصب المدرب العام في النادي. فكل حاجه امبارح كانت حلوه الحمد لله، فان شاء الله كده يكملوا على الخطوات دي، وان شاء الله كلنا كده نفرح جمهور النادي الاهلي باذن الله. بالنسبه للماتش النهارده الحمد لله يعني اللعيبه اتعلمت من ماتش امبارح، بدانا بدايه افضل، الناس كلها كانت بتدافع بطريقه كويسه، التعليمات اتنفذت بنسبه يعني نقول 75% النهارده، في عندنا احسن مستوانا هيعلى ان شاء الله من المباراه الاخرى، نبدا نجهز للمراحل الحاسمه في الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن احمد طبعا احنا شفنا النهارده يمكن طبعا كالعاده كابتن او مستر جاسي بوش عامل روتيشن ما بين كل لعيبه النادي الاهلي، يمكن كمان كان في فرق كبير جدا في النتيجه ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. شايف المباراه النهارده ازاي، واداء لعيبه النادي الاهلي طبعا من اول كوارتر لحد رابع كوارتر، واكيد استعداداتكم للمباراه القادمه؟ بصي احنا ما بنبصش النتيجه، خلينا بس نقول النتيجه، احنا بنلعب فريق كبير نادي الزمالك وجهاز فني محترم بقياده كابتن مرعي. السكور مش هو الحاجه اللي بتعنينا قوي في الملعب قد ما الاداء بتاعنا بيعنينا، ان السكور بيجي من خلال الاداء في الباسكت، فدايما بنبقى مركزين على ادائنا. تعليمات واحده من بدايه الماتش لنهايه الماتش على اسلوب اللعب بتاعنا، طريقتنا في الدفاع، طريقتنا في الهجوم. ف يعني بقول لنادي الزمالك النهارده هارد لك يعني، والحمد لله، ومبروك لجمهور النادي الاهلي اللي هو بصراحه يعني جمهور عظيم. يعني في رمضان الدنيا صعبه جدا الناس توصل لبرج العرب هنا، نشكر الاداره طبعا وفرت لهم اتوبيسات، بس في ناس برده جايه من اسكندريه فعلى حسابها شخصي، فيعني بيتحملوا ان هم يروحوا بعد الماتش، ان هنا الطريق صعب جدا. فبشكرهم بنقول لهم يعني انتوا المكسب ده ليكم، ودايما انتوا اللي بتفرحونا قبل ما احنا نفرحكم. كابتن كنت عايز اقول لك ان هم فعلا المصدر الدافع الكبير النهارده شفناه في المباراه لعيبه النادي الاهلي، يمكن كمان شفنا مع دخول لعيبه نادي الاتحاد السكندري الكل يعني هدف لاسلام طبعا رحمه الله عليه، هدف له طبعا باول ما دخل كل لعيبه نادي الاتحاد السكندري، فشايفين يعني كان الجمهور النهارده ظهر بشكل مشرف اكيد للنادي الاهلي، وكان دافع كبير جدا لكل اللعيبه. اكيد طبعا، يعني طبعا الاول بنقول الف رحمه على اسلام طبعا، وربنا يصبر اهله وكل حبايبه يعني واسكندريه كلها، ويصبرنا كلنا ان الموقف كان قدامنا كلنا. بالنسبه للجمهور، الجمهور لو مش موجود في ماتش امبارح بحاله الفرقه امبارح ما تقدريش تكسبي الماتش. اللي ادى الطاقه للعيبه وللجهاز ولينا كلنا نرجع ونفوز بالمباراه امبارح بالذات هو الجمهور طبعا رقم واحد، والنهارده من اول دقيقه هم مساندينا، بنشكرهم ودايما كده في ظهرنا ان شاء الله، وان شاء الله مستنينهم كده في حسن مصطفى في بطوله افريقيا يمروا الصاله ويوروا كده كل فرق افريقيا جمهور النادي الاهلي عامل ازاي.
كابتن، وعايز اعرف برضه منك استعدادات بقى الماتش اللي جاي ان شاء الله يوم الاثنين. النهارده هنبدا ريكفري على طول جوه في اوضه اللبس، وهنروح هيبقى في سحور عادي، هيبقى في صيام، هيبقى بعد كده بكره في فيديو ميتنج نشوف اخطائنا اللي حصلت، هيبقى في تدريب بعد المغرب ان شاء الله كده، هيبقى على الساعه 9 هنشرح فيه برضو اخطائنا ونقدر يعني نشوف ايه اللي احنا غلطنا فيه ونصلحه، الروتين العادي بتاعنا يعني بتاع كل ماتش، ونبدا نستعد لماتش بعد بكره ان شاء الله. مبروك يا كابتن احمد، وبالتوفيق ان شاء الله في مباراه يوم الاثنين، وان شاء الله يوم الاثنين تكون مباراه الحسم ان شاء الله، تاهل النادي الاهلي لمباراه الفاينل. يا رب ان شاء الله يا رب. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، ده كان اللقاء مع الكابتن احمد الجرحي في كوريدور اوض اللبس بعد المباراه. الحقيقه احنا في استوديو الابطال هنا بنقدم خالص التعازي في وفاه طبعا مشجع نادي الاتحاد السكندري اسلام، اللي طبعا توفى بعد اصابته في مباراه السوبر المصري في صاله دكتور حسن مصطفى بعد اصابته القويه اللي تعرض ليها، وكان كل الفتره دي وكان في العنايه المركزه الحقيقه بقاله يمكن اكتر من شهرين. خالص التعازي، ربنا يرحمك يا اسلام ويصبر اهلك، وخالص التعازي لمجلس اداره طبعا نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد وشعب اسكندريه كله الحقيقه، كل جمهور يعني نادي الاتحاد الحقيقه اكيد هم زعلانين، وشفنا حتى لعيبه الاتحاد وهم داخلين لابسين تيشيرت عليه اسلام. اسلام عمرنا ما هننساك يعني، رحمه الله عليك، وربنا يصبر اهلك ويصبر طبعا كل اللي بيحبوك. وانا لله وانا اليه راجعون، يعني كابتن طاهر بتبقى حاجه صعبه جدا الحقيقه فعلا. يعني واحد يكون رايح يشجع فرقته في احتفاليه او في مباراه نهائيه، و يعني يمثل انك انت بتعمل نشاط كله براءه وبتاع، ويحصل لك اصابه نتيجه مشكله في المدرج او يعني صعبه جدا، وربنا يصبر اهله. بتهيألي يا كابتن دي اول مره، يعني انا بلعب مثلا من زمان ومن قبليه، بتهيألي ما حصلش ان في حد توفى في مباراة كرة سلة، فتفتكر حاجة كده؟ لا 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 ما اعتقدش. ما حصلش ان المدرج وقع، في حاجات كرة قدم حصلت. لا بتكلم على كرة السلة يعني. لا ما اعتقدش ان كان في. الله يرحمه ويصبر اهله، وكفاية مصر كلها حزينة عليه، واحنا بنشكر قيادات النادي الاتحاد وقيادات النادي الاهلي على الوقوف. النادي الاهلي ابو الناس اعضاء مجلس الاداره، وكابتن عمري ودكتور شوقي، كابتن عمري ودكتور شوقي ومحمد الجرحي والدماطي والسراج، كلهم راحوا وقعدوا معاه لغايه بعد منتصف الليل. وكابتن خطيب بعد 10 ايام راح زاره مخصوص. وكابتن خطيب راح زاره مخصوص يوميها، وكان معاه كابتن خالد العوضي وكابتن احمد الجرحي كان موجود في الزياره دي. حاجه صعبه بصراحه يعني، تاثروا يعني، ده في ناس من الفرقه بتاعتنا والمستر اوجستي وبتاع بكوا بالدموع يعني. صحيح. كان على عموم المنظر واللي اصيبوا، مش على اسلام يعني بس. لا كل يعني كل الناس تعاطفوا معاه وجري، وجميع المدربين بتوعنا اللي كانوا حاضرين المباراه ساعدوا في اسعاف الناس وجري بيهم، اصل دي رياضه ودي مفروض روح رياضيه تتسم بيها. فاكر جمهور النادي الاهلي لما وجه دعوه لجماهير نادي الاتحاد اللي مش لاقي مكان يجي بات عندي، يعني كان في تلاعب ما بين جمهور النادي الاهلي وجمهور الاتحاد طبعا، لانه كان حدث جلل الحقيقه كان ساعتها. طبعا فربنا يرحمه يا رب. ممكن كان يتعرض الجمهور بتاعنا برضك الاهلي لنفس الموقف، واعتقد كانوا هيبادلونا نفس الشعور. دي الرياضه ربنا يرحمه يا رب. يعني حاجه في المصريين ربنا طبعا تلاحم وقت الشده، ويعني ربنا يرحمه خالص التعازي طبعا لمجلس اداره الاتحاد، وبينسوا العصبيه تماما اللي هي ساعات بتبقى مؤرقه، انما في حالات كتير الناس بتعود ل طيب. خلينا نطلع في فاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره لمباراه جيم 2 في قبل النهائي الاهلي والزمالك، واللي انتهت الحقيقه بفوز النادي الاهلي بفوز كبير 31 نقطه. نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الارقام ما بتكذبش، ممكن انت عينك تبقى مش حاكمه صح على الامور، ولكن الارقام عمرها ما بتكذب. احصائيات المباراه النهارده يا كباتن، يمكن انا بيبقى حريصين نجيبها لكم على قد ما نقدر بعد المباراه. الدنيا اتعكست، ف
فاكرين قبل الاستوديو التحليلي كابتن طاهر وقبل الماتش احنا اتكلمنا على ارقام كانت في بعضها لصالح نادي الزمالك. طب هنقول نفس البيانات دي او نفس النقط دي هنقولها النهارده ماتش النهارده، وممكن نقارن ما بينها وما بين الماتش اللي هو اللي فات، يعني نشوف الارقام ايه. هناخد واحده واحده كده يا كابتن، يعني ناخد كده بيان واسمع تعليق حضراتكم، والمهم ان احنا نتكلم فنيا. يعني الساده المشاهدين يعني بيبقى حلو جدا ان احنا نتكلم فنيا. طيب اول حاجه التسجيل من كرات مقطوعه اللي هي بوينتس فروم تيرن اوفرز، النقط اللي سجلها كل فريق من انه قطع كره وراح حط باسكت. الماتش اللي فات كان نادي الزمالك حط 13 نقطه، ركزي معايا يا كابتن، حط 13 نقطه من الحته دي انه قطع كور وراح حط باسكت، والنادي الاهلي حط 9 بس، فكان في تفوق في النادي الزمالك. طب نشوف النهارده حصل ايه. النادي الاهلي حط بوينتس فروم تيرن اوفرز، حط 16 نقطه. النادي الاهلي حط 16 نقطه، نادي الزمالك حط 7. العكس على طول. يبقى هنا مستر اجوست قرا في دفاع صح. لا مستر اجوست قرا صح وفي دفاع دي. في دفاع قرا الرقم ده اكيد. الرقم ده اتحط قدام اللعيبه، ما هو هو قرايته بتنعكس في مثلا المحاضره اللي تبقى زي الفيديو ميتنج اللي قال عليه احمد الجرح. تمام. فيديو ميتنج بتقول يا جماعه انا عندي عيب كذا كذا كذا، وكان في ايجابيات كذا كذا كذا، نركز على الايجابيات. يعني من الايجابيات بتاعه النادي الاهلي ان الكره كانت بتنزل تحت الحلقه بكذا مره، مما سهل على الاهلي ان هو يحط كور كلها من تحت الحلقه. يعني راي حضرتك ان النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي بوينتس فروم تيرن اوفرز، البوينتس دي او النقطه دي هنا بتدل على دفاع جيد؟ يعني احنا طبعا قللنا اخطائنا. يعني هي عايزه دبل اكشن، تقليل الاخطاء زائد دفاع جيد. انا رايي كده عندنا في الهجوم، في الهجوم ان احنا قللنا اخطائنا في الهجوم زائد عملنا دفاع جيد جدا، خدنا بيستيل اكتر، خدنا ستيل اكتر، حطينا بيه باسكت اسهل، وطبعا بتبقى الدنيا سهله. طيب خلينا نروح لحاجه تانية يا كباتن. الماتش اللي فات التسجيل من داخل المنطقه، ودي حته مهمه جدا اللي هي الريد اريا اللي تحت الحلقه تحت الباسكت. النادي الزمالك كان حط 15 نقطه، 15 باسكت من 29. خلينا ما نقولش نسبه، هنقول فاليو 15 باسكت ب 30 نقطه. النادي الاهلي حط نفس النسبه 15 باسكت من تحت الحلقه ب 30 نقطه. طب نشوف النهارده ايه الوضع. النادي الاهلي حط 38 نقطه من تحت الباسكت، نادي الزمالك الدنيا اتقلبت خالص 22 نقطه. شفت الفرق يا كابتن؟ تركيز برضه، وكمان انت لعبت، انت اكيد ده كان في الميتنج يا جماعه احنا نوصل للمربع، ندي للانسايد جيم اكتر. وهو انت لما بتلعب عليك فاست بريك وتقدر توقفه، ده معناها انك انت ركزت كمان على الترانزيشن ديفنس، ان انت ترجع تجري بسرعه، لان زي ما قلنا ان كل ما توقف الفاست بريك كل ما انت يبقى عندك فرصه ان انت تكسب الماتش اسهل واسرع. لانه يا كابتن والكمان كابتن هيثم في النقط دي اللي انا عايز اقوله، ان المدرب النادي الاهلي عرف الثغره اللي في نادي الزمالك. برافو عليك يا كابتن. هي الثغره في الحته دي تحت الباسكت، احنا اقوى، احنا احسن، احنا نجيب من تحت الباسكت. انت يا كابتن متخيل 38 نقطه اتحطت النهارده من النادي الاهلي من اصل 71 نقطه، هنقول اولموست 40 نقطه من 70 انسايد جيم. طب خلينا نرجع تاني لصاله برج العرب، ولقاء مهم جدا مع اتنين نجوم الحقيقه اللي كنا بنتكلم عنهم، هنشوف هيقولوا ايه، تومسون وعمر طارق. اتفضل يا سلام. خليني يعني في هذه اللحظات ارحب بمحترف النادي الاهلي مايكل تومسون. مايكل تومسون، let me first of all welcome you on our اهلي تي في channel, and of course let me welcome you being back again الاهلي team of course, so let me also tell you congratulations for being back again and congratulations for today's match. Thank you. It was a great game. I'm very happy to be back in Egypt playing with Ali, with my family. And I think we had a really good game. Game one, it was a little tough for us, but game two, we came out and played a lot better. I
طبعا يا كابتن هيثم انا كنت بساله او ببارك له طبعا في البدايه على المباراه النهارده، واكيد ببارك له كمان على عودته مره اخرى لصفوف فريق النادي الاهلي، ويمكن كان بيقول ان هو سعيد جدا انضمامه مره اخرى لفريق النادي الاهلي اللي بيعتبرهم طبعا عيلته من ساعه يعني ما كان موجود مع النادي الاهلي في الموسم اللي فات، وكمان اتكلم عن المباراه اليوم ومباراه الاولانيه امام نادي الزمالك، كانوا المباراتين بالنسبه لاداء جميع لاعبي النادي الاهلي كانت الاداء جيد وقوي من جميع اللاعبين طبعا. Okay, let's also ask you about today's performance. How did you see today's performance in the match, and of course your performance in the match against Zamalek? I think we did a great job defensively. We did a lot better than game one with rebounding the ball, sharing the ball. We made a lot of shots today, but we still have some ways to improve. So we're happy about the win, but we know we have to come back for the next game and continue to play hard and play together. طبعا كنت بساله اكيد يا كابتن هيثم عن الاداء النهارده جميع لاعبي النادي الاهلي وبالتاكيد اداؤه مع جميع اللاعبين، كان بيقول النهارده ان المباراه طبعا جيده ويمكن كان اكتر يعني المباراه جيده بالنسبه لاداء جميع لاعبي النادي الاهلي من ناحيه الدفاعيه بالاخص، كمان كان بيتكلم انه كان في اخطاء طبعا في المباراه، ويعني ان شاء الله المباراه القادمه هيقدروا ان هم يحسنوا من يعني الاداء او من الاخطاء دي اللي كانت في المباراه ان شاء الله في المباراه القادمه. تومسون اوسو ليت مي اسك يو اباوت when Al Ahli club talked to you again and told you we want you to join the club again and also to participate with the team in the Dabal, but in difficult circumstances we saw that you came and you joined the team to participate in the rest of the season with the team and also participate again in the Super League. So what's your feeling? How did you feel when they told you? I was very happy to receive news from Ahli Club to continue to play with them. I know the coaching staff, I know the players, and it's always a lot of fun playing with this group. So I'm very happy to be back, and I'm excited to work with this group, and inshallah that we win all the games. طبعا يا كابتن هيثم كنت بساله عن عودته مره اخرى للصفوف فريق النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي طبعا يعني دعاه في البدايه انه يشارك مع الفريق في بطوله افريقيا، ولكن بعد كده يعني في ظروف معينه قدر بعد كده ان هو يجي ويكمل مع الفريق بقيه الموسم. طبعا شايفين اكيد عمر ايه الكلمه You're the lucky charm. Yes 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 مبروك. ايه طب كلمة السر وضح لنا يعني مايكل هو ده كلمة السر جاب لنا الخمس بطولات السنة دي برضه نكسب معاه كل البطولات ان شاء الله. You were the last season you was was with the team and we took the five championships so to, also this year ان شاء الله I'm happy to be back let's win. طبعا مبسوط جدا يا كابتن هيثم ان هو يعني من جديد رجع لصفوف فريق النادي الاهلي وبيشارك بالاخص مع الفريق مش بس في بطوله افريقيا كمان في بقيه المباريات وبقيه الموسم مع فريق النادي الاهلي. يمكن خليني برضو دي يعني اقدم لحضرتك او هيكون معانا في اللحظات دي الكابتن عمر طارق. كابتن عمر طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك طبعا يا كابتن على مباراتكم النهارده امام نادي الزمالك، شايف المباراه النهارده ازاي وطبعا اداء لاعبي النادي الاهلي؟ الحمد لله طبعا اول حاجه الحمد لله على المكسب. طبعا ماتش الزمالك ده بيبقى يعني بطوله لوحده مهما كان يعني هو بيتلعب في انهي بطوله ولا كده، فالحمد لله طبعا وبنهدي الفوز ده للجماهير العظيمه يعني اللي جت من القاهره وجت من اسكندريه وكده في رمضان وبدري بعد الفطار، يعني بنشكرهم جدا على وقفتهم معانا ومساندتهم لينا، وهو يعني احنا هدفنا ان احنا نفرحهم. يعني طبعا الماتش يعني الحمد لله قدرنا النهارده نصلح يعني الماتش الاولاني ما كانش كويس قوي بالنسبه لنا، فقدرنا نصلح الغلطات دي النهارده والحمد لله ظهرنا بشكل احسن. يعني طبعا يا كابتن برضو عايز اعرف منك استعداداتكم للمباراه القادمه. طبعا يعني كابتن عمر عزم مستعجل احنا هتخش. طبعا يا كابتن عايز اعرف برضو منك استعداداتكم للمباراه القادمه ان شاء الله يوم الاثنين، ويمكن انا كنت برضو موجوده من بدري معاكم في فندق الاقامه وشايفه منكم حاله تركيز كبيره جدا، انتوا يعني حابين ان انتوا تحسموا التاهل بدري طبعا من مباراه النهارده ويوم الاثنين ان شاء الله. طبعا يعني احنا كل ماتش مهم، يعني الماتش الجاي هيبقى يعني خلاص هننسى يعني المكسب ده ونبتدي من بكره ان شاء الله نجهز للماتش الجاي عشان ان شاء الله يعني نكسب الماتش الثالث ونريح نفسنا ندي نفسنا فتره راحه اطول قبل السيمي فاينل الكاس وفاينل الكاس يعني ان شاء الله. ف وبرده اكيد النهارده كان في اخطاء برده يعني مش كل حاجه كانت كويسه، فهنصلح الاخطاء دي عشان ان شاء الله برده نبقى احسن الماتش الجاي ان شاء الله. يا كابتن عمر وبتمنى لكم التوفيق طبعا الفتره القادمه ومزيد من التالق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله شكرا.
شكرا يا سالة. ده كان لقائنا مع تومسون وعمر طارق. وملاحظة كده سريعة، يعني تومسون كرر مرتين انه سعيد بعودته النادي الاهلي، قال لك انا سعيد اني رجعت لاسرتي تاني، فهو حابب النادي الاهلي. يعني في حد كده بتلاقيه يعني بقى جزء من جمهور النادي الاهلي حتى لو بعد. تومسون كده وبعدين بتفائلوا بيه جدا. انا عايز اقول لك بقى واضح من هزاره مع عمر طارق ان اللعيبه فرحانه بيه يا كابتن. طبعا طبعا. لا هم قالها عمر طارق، بيقول لك ان ده اللي جاب لنا خمس بطولات او اللي ساهم في خمس بطولات السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت وهيجيبهم لنا السنه دي. يعني تلاقي تحس ان اللعيبه يعني عندهم ثقه فيه. لا وده يمكن الحته اللي حضرتك قلتها ان هو في دور الفرق الجماعيه لازم تكون محبوب في وسط زمايلك الى حد ما، خاصة لو كنت بوينت جارد كمان. اذا كان بوينت جارد او عموما يعني ايه، لا ده كمان لازم تكون محبوب من البوينت جارد عشان يديك كوره. لا ما طبعا بوينت جارد ده انت لازم تصاحب البوينت جارد قوي، واحد زي تومسون ده لازم تصاحبه كويس قوي هيديك كتير. كابس العاوي كان احسن واحد يصاحب صاحب مش احسن واحد يسجل، احسن واحد يصاحب على طول يقول لهم 1 2 1 2. لا رمضان كريم يا كابس العاوي. طيب خلينا نتكلم عن برضو ان عمر طارق قال احنا صلحنا اخطائنا. طيب شيء جيد جدا اعتراف بالخطا، هم حاسين ان كان في مشكله في المباراه الاولانيه ادت لعدم ظهورهم بالمظهر اللي هو اللي المفروض ان يظهروا عليه. فانه يصلح ان يعترف ان في خطا وان احنا صلحنا الخطا، انا ما يهمنيش، انا كمتفرج ما يهمنيش السكور، فرق السكور انا ما يهمنيش. انا يهمني الاداء. يعني النهارده قبل السكور الاداء. الاداء جيد جدا دفاعيا وهجوميا بصراحه. طيب خلينا نرجع بقى لارقامنا يا كباتن، الارقام بقى اللي بتورينا ازاي مقارنه ما بين الماتشين ودي مهمه جدا. هنروح للنقطه اللي بعد كده، احنا اتكلمنا خلاص بقى ان انت تسجيلك من المنطقه اللي هي تحت الحلقه. النهارده احنا عاليين جدا، حاطين 38 نقطه، نادي الزمالك حاطين 22 نقطه في الوقت اللي كنا الماتش فات قد بعض. يعني ما كناش بنحط مربع كتير وهم حطوا زينا. طيب نخش بقى على سكند تشانس بوينتس او الكور اللي انت خدتها من السكند شوت اللي انت دخلت وخدتها وحطيتها تاني. الماتش اللي فات الزمالك كان متفوق 14-12. طب نشوف بقى الماتش ده كام. الماتش ده الاهلي 8 سكند شوت والزمالك 4 بس. انت منعت الزمالك انه يعمل سكند شوت. يبقى في عملت البوكسنج او دول صح، حجزت الناس صح بقت 50% النسبه بالنسبه لنا. ده 4 بونت بس من السكند شوت. يعني انت كده منعته تماما، معنى كده ان انت عرفت ان انت عندك يعني مشكله، يعني انت بتخليه تراي واحد بس شاطي ما يشوفش تاني. ما يشوفش تاني. وده اللي علاه برضو السناتر بتوعنا. طب بامانه طب يعني عمر طارق في كوره يمكن انت علقت عليها اللي هي جابها من فوق الحلقه. جابها من فوق الحلقه بالظبط، يعني ايديه فوق الحلقه بهذا القدر اتحسبت. بس هو رايح وراها، رايح وراها. ده دليل على عنده تايمينج لحد ما، طبعا زائد الطول. انا يهمني بقى تقول لنا بس يا كابتن النقاط من الهجمات المرتده. لا استنى بقى، انا قبل ما امشي على انا هجيب السكند شوت. طب انتوا شايفين 8 بونت للنادي الاهلي من السكند شوت قليل؟ الله ينور عليك، صح قليل جدا. النادي الاهلي لازم السكند شوت لازم يلعب على دي. طبعا هي دي ممكن دي اللي يشتغل دي عليها. انت منعت الزمالك بس انت ما علتش السكند شوت عندك. لان الزمالك برضك بيعتمد، او انت ذكرتها في الماتش اللي فات امبارح، ان فرقه الزمالك عشان تحتاط نتيجة ان البوفتات او السناتر بتوع الاهلي اطول و فاندمنتلي كمان جامدين، فبالتالي لازم يعمل بوكس اوت. انا راجل قصير عشان امنع الطويل ان هو يوصل تحت الحلقة ويبقى معايا في المستوى، لازم بره عشان الكرة تنزل عندي، لان هي مش في البوكسنج بتساوى الطويل والقصير. بس خلي بالك يا كابتن الزمالك بيجيد هذا البوكسنج صح، لان يعني هم عشان يعود اسره. عشان كده احنا عملنا 8 بس عايز اقول لحضرتك الثمانية دي برافو عليك يا كابتن، مش مؤشر برضه. يعني انا ممكن اقول ممكن يبقى الاهلي حط سكور بسهوله، ما جالوش فرص كتير يجيب سكاد شوت. يعني الرقم ده ما تقدرش تاخد بيه انديكيشن غير لما تشوف الماتش. لان ممكن يحصل ايه، ممكن الاهلي كل هجمه ليه حط باسكت ما جاتش في كانش في سكاد شوت الا قليل. الحكم والريفرنس دي هيبقى شوف الماتش الكور اللوس. طيب خلينا نروح لاثنين كمان من نجوم اللقاء، مهم جدا احنا بنتكلم عن الارقام
نرجع للقاءات نشوف اللعيبه بتقول ايه. عمر عزب وابو النصر اثنين من الجردات اللي كان لهم دور كبير. لقاء مع سلاح حامد، اتفضل يا سلام. المباراة اللي فاتت كان فيها بعض الأخطاء، المباراة دي شفنا طبعا تحسن وشفنا أن أنتوا صلحتوا بعض الأخطاء، ولكن النهاردة يعني برضو نقدر نقول أن المباراة ممكن تكون سهلة شوية على علينا، طبعا عدم وجود المحترف نادي الزمالك يمكن ده سهل شوية في مجرى المباراة. لا هو بالعكس، عامة هم آخر ماتش لعبوه ضدنا من غير المحترف لعبوا أجمل، يعني كانوا أحسن. هم بالعكس يعني لما المحترف يكونش موجود الترايات بتاعته بتتقسم على اللعيبة التانية، فكل واحد بيستيب أب اللي هو بيلعب جامد أن هو يأدي دور أكبر، فهم بيلعبوا أحسن ده المفروض. بس احنا الحمد لله عرفنا أن احنا نوقف كل المفاتيح بتاعتهم، فهو ده اللي عمل الفارق ان احنا الحمد لله عرفنا نوقف المفاتيح كلها الحمد لله. يمكن طبعا يا كابتن عمر ما بين كل مباراه ومباراه الوقت ضيق جدا، خلاص يعني بعد بكره المباراه وان شاء الله تبقى مباراه الحسم وتاهل النادي الاهلي لمباراه الفاينل، استعداداتكم تكون عامله ازاي؟ وطبعا يعني احكي لي كده، طبعا انتوا دايما بتتكلموا مع بعض قبل كل مباراه مهمه زي دي، فيعني هتستعدوا ازاي للمباراه؟ طبعا احنا يعني اهم حاجه طبعا بالنسبه لنا دلوقتي ان احنا نعمل ريكفري كويس، جسمنا يكون طبعا مستريح على قد ما نقدر. سيزون طويل، ماتشات كتيره، لازم نحافظ ان احنا ما يجيلناش اصابه او حاجه. بنتكلم مع بعض ان احنا نركز ماتش فاضل لنا ان شاء الله ماتش واحد، بعد كده نقفل الصفحه دي ندخل ان شاء الله الكاس وربنا يكرم ان شاء الله. كابتن عمر بشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا يا كابتن هيثم مستمرين مع حضرتك والكابتن محمد ابو النصر. كابتن محمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك لك طبعا على مباراتكم النهارده مع نادي الزمالك، وعايزه تقول لي يعني رايك شايف المباراه النهارده ازاي واداء جميع لاعبي النادي الاهلي. اولا مرحب بكم بكابتن هيثم وكل الحاضرين في الاستوديو. الحمد لله النهارده يعتبر ادينا اهميه اكتر للمباراه عن الماتش اللي فات. الماتش اللي فات يمكن ما كناش نازلين مركزين في الاول. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالاداء، كل اللعيبه الصراحه رجاله وعملنا ماتش كويس وادانا روح معنويه كبيره، وان شاء الله ربنا يكرم ونخلص الماتش اللي جاي ونشوف احنا ورانا ايه الفتره الجايه باذن الله. كابتن ابو النصر طبعا شفنا اول مباراه كان فيها بعض الاخطاء منكم، لكن قدرتوا الحمد لله ان انتوا في المباراه دي تصلحوا يعني العديد من الاخطاء، وشفنا اداء جيد يعني اكتر من المباراه الاولانيه امام نادي الزمالك. والله بصي طبعا احنا كانش احسن حاجه الماتش اللي فات، بس كابتن كوتش اوجاستي دايما علمنا ان الماتش بيخلص في اخر دقيقه، انت بتحارب وبتحاول ان انت تصحح اخطائك، ما تستسلمش حتى لو انت خسران مهما كان السكور، العب لاخر دقيقه، وده اللي احنا حصل مننا. والحمد لله يعني ان احنا قدرنا في اخر كوارتر ان احنا نعوض السكور وكسبنا يعني، فالحمد لله. طبعا يا كابتن محمد شفنا في المدرجات وجود جميع جماهير النادي الاهلي، اداكم يعني دافع كبير جدا، وكانوا يعني الدعم طوال المباراه، شفنا حضورهم كان عامل ازاي، بيشجعوا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وكمان اول ما وصل لعيبه الاتحاد السكندري شفنا كانوا بيهتفوا باسم اسلام طبعا رحمه الله عليه، فكان وجودهم يعني شيء مشرف وكانوا يعني داعمين لكم لحد اخر دقيقه في المباراه. طبعا الجمهور هو اللاعب الاول في الملعب، الجمهور ده حاجه عظيمه، بتدي روح معنويه للعيبه وبتدي اجواء للماتش والرياضه عامه، يعني هو الرياضه من غير جمهور ما تبقاش رياضه يعني زي ما بيقولوا. جمهور نادي الاهلي طبعا لا غنى عنه، وعن ان هو بيحترم كل نادي وبيحترم كل فرقه. طبعا اسلام الله يرحمه، يعني كلنا ما حزنانين يعني عندنا حزن عليه يعني، وربنا يرحمه مات في ايام مفترجه. جمهور نادي الاهلي دايما في ظهرنا، وفي اي فرصه بتيجي بتبقى متواجده ان هو يبقى موجود، عمره ما تاخر علينا، وبيبقى اول ناس بنيجي من الملعب اصلا ندخل الملعب بنلاقيهم قاعدين مستنينا ومستقبليننا من قبل الماتش يبدا بساعات كتيره يعني، فطبعا ليهم كل التقدير والاحترام مننا يعني. محمد بشكرك جدا وبتمنى لك طبعا التوفيق والتألق من المزيد من التألق ان شاء الله في جميع المباريات، وان شاء الله نبارك لحضرتك ونبارك لكل لاعبي النادي الاهلي يوم الاثنين ويحسم طبعا التأهل لمباراه الفاينل ان شاء الله باذن الله، والدوري بتاعنا ان شاء الله وربنا يكرمنا في اللي جاي. شكرا ان شاء الله. كده طبعا يا كابتن هيثم كان جميع لقاءاتنا طبعا مع جميع لاعبي النادي الاهلي ونجوم مباراه اليوم، وطبعا ببارك لك وببارك للكباتن في الاستوديو ولكل جمهور النادي الاهلي. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمة عليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. الله يبارك فيك يا سلام، متشكر جدا. يعني يمكن النهارده مباراه اسعدتنا كلنا، والنتيجه والاداء الاثنين خلونا الحقيقه مبسوطين بالمباراه. ده كان لقاءات زي ما انتم شايفين، اللعيبه في تركيز، في حاله من تركيز كويسه، خطوه واحده مباراه كمان تبقى 3-0 تتأهل بعد كده للمباراة النهائية. أكيد محتاجين نتأهل بأقل مجهود عشان لا إصابات ولا تحميل على اللعيبة، عشان زي ما الكباتن قالوا نبقى فايقين لبعد كده. كابتن يمكن نرجع للأرقام تاني، لأن أنا عايز مركز على الأرقام أكتر، لأنه هتدينا فرق ما بين المباراتين والترانسفير اللي حصل من مباراة أول امبارح للنهاردة. هنتكلم على النقط اللي اتحطت من الفاست بريك يا كابتن سلام. هجمات المرتدة. الماتش اللي فات نادي الزمالك حط 12 نقطة من الفاست بريك، 11 نقطة من الفاست بريك. نادي الأهلي حط 2 بس، يعني تقريبا ما عملش فاست بريك خالص.
ليه؟ ما فيش باوند. ما فيش باوند. ما فيش باوند. السلام عليك. طب ايوه طب بص بقى يا كابتن بقى الماتش ده بقى عملنا كام يا كابتن طاهر؟ كام؟ النادي الاهلي حط 22 نقطه فاست بريك. من نقطتين ل 22 نقطه. زي ما الكابتن طاهر في ريباوند في فاست بريك. في دفاع ريباوند. في ريباوند في فاست بريك، هي خط واحد. نعم. ما هو الدفاع هو اللي بيؤدي ان انت تاخد ديفنسيف ريباوند. ايوه. بس هنا برضه الدفاع هيحطوا باسكت. طب نروح للناحيه الثانيه، نادي الزمالك الماتش اللي فات حط 11 نقطه فاست بريك. الماتش ده حط 17 اكتر. تصدق؟ برغم النتيجه كويسه بس لأن برضه فرقه الى حد ما بيعتمدوا على الجردات والسرعه. ما عندوش حل. سرعة. ما عندوش حل غير ان هو حتى في الترايز اللي هي 5-5 كلها ايه؟ بنتريشن من واحد قصير. من واحد جارد. اللي هو عزب وعمر هشام. هم دول اللي كانوا قايمين بالموضوع، زائد الاثنين في اثنين عند الناشئين الى حد ما يعني كانوا كويسي. بيخدموا على الاثنين دول كويسي. انما ما فيش كوره هتلاقيها نزلت تحت الحلقه، فبالتالي لازم يجيب فاست بريك. اذا ما لعبش اذا ما انت عارف حضرتك كان في ناس بتكسب بطولات بحالها. يمكن انا في الفكره في الناشئين كان في مدربين الاستراتيجيه بتاعتهم قايمه على ايه؟ بريس فاست بريك، بريس فاست بريك، ستيل فاست بريك او ريباوند فاست بريك. خلاص يعني لابس سريع هو اللي بيريحك يعني، لانك انت السكور احصائيات كتير ان هتلاقي 60% 70% من السكور فاست بريك. هو الفاست بريك تعريفه ان هو 1-0 2-1 3-2 هو ده الفاست بريك. فانت كل ما كنت فيه سرعه كل ما الديفنس ما يقدرش يعمل ديفنسيف ترانزيشن يعني ما يقدرش يرجع معاك، فبالتالي بتجيب يمكن ايزي باسكت. طيب خلينا نروح لرقم تاني، هو ده وجهه نظري يا كباتن، من وجهه نظري واسمع برضو راي حضراتكم، ان ده قوه النادي الاهلي هنا اللي هو بنش بوينتس، اللعيبه اللي جايه من على البنش نزلت الملعب حاطت قد ايه. النادي الاهلي الماتش اللي فات حاطط 37 نقطه من البنش بوينتس، اللعيبه اللي نازله الخمسه الاولين لما خرجوا ونزل لعيبه ثانيه، اللعيبه الثانيه حاطت 37 نقطه. النهارده البنش حاطط 41 نقطه من 71 نقطه. الاثنين عاليين. بس النهارده البنش حاطين اكتر من 60% من السكور. حلو، لانك حضرتك الماتش اللي فات كان الفرق كام نقطة؟ الفرق الماتش اللي فات كان 11 بونت 7 9 9 بونت 9 71 62 9 النهارده الفرق انت قصدك حضرتك ان في سكور زيادة ازيد انت النهارده الوضع طبيعي، وبعدين احنا بنتكلم حتى اتكلمنا النهارده انت حاطط 79 نقطة صح؟ ان امبارح مثلا كابتن طارق خيري في البنات ممكن يعمل خمسة اساسي والخمسة اللي بعديهم اساسي برضه يعني نفس المستويات. انا فهمت قصد حضرتك ان عندك سكواد قوي، عندك ذخيره، عندك سكواد قوي، فانت بالتالي يبقى البنج بلاير لما هينزل هيؤدي زي ممكن يبقى احسن من اللي صحيح. انا بقى قاعد واحد بره، خدت بال حضرتك يعني امبارح هو كمان كابتن طاهر انا في اعتقادي الشخصي مفيش حاجه اسمها بنج بلاير، طالما عندك فرقه سكوادها قوي ولاعيبه منتخب ولاعيبه اساسيين، هي الاختيار للمدرب بينزل مين؟ بنزل فلان وفلان وفلان وفلان، الباقي مش بنش. بص حضرتك بتقول تكنيكال صح، بس على الورق على الورق دي بتدي لك مؤشر فرقتك قويه ولا لا. ما انا بقول لك كده، اذا ما فيش عندك كابتن هيثم بنش هو المدرب اللي بيختار. انت كابتن انت مدرب الفريق بتختار يعني خمسه. انت النهارده بادئ الماتش جاي تبقى بنش يعني ما فيش مشاكل بالظبط. احنا شفناها الاقوى بقى اللي بيجي بالبنش يغير شكل المباراه يغير احنا شفناها مع الدكتور عزيز صبري، ويمكن انا ما عاصرتش مدربين قبل الدكتور عزيز صبري الله يرحمه، بس كان هو عنده يعني عمره فكر بدأ بأساسي. ما بيبتديش باساسي ابدا، يبتدي بالبنش البنش ليه تاني. عشان يبقى عنده ذخير يعني ايه مريح اللي بره سواء بدنيا او سواء في الفاولات عشان ياخد الصدمه الاولانيه عشان ما يحضرش الترابل الله يرحمه، لان في ناس انا عندي لعيب لن يتقرر سنتر بينزل ممكن يعمل لي 2 و3 فاول في الكوارتر الاولاني شكرا يبقى انا خسرته
نزل الثاني اداؤه اقل ممكن قوي، بس انا في الاخر هبقى عندي ذخيره هخليها للكوارتر الرابع، اخليها لنهايه الجيم افنش افنش بواحد فريش سواء بدنيا سواء في فاولاته قليله. كان في كابتن هيثم يقول لنا زمان لو عايز تعرف مين الاساسيين خمسه الاساسيين هم اللي بيفنشوا الجيم. طيب خلينا نشوف النادي الزمالك حط من بنش بلايرز الماتش اللي فات 20 نقطه المره دي حط 12، وده يدللك ليه عزب كويس وليه سابه في الملعب، ان هو كل ما ينزل حد يلاقيه وحش يروح منزل عزب تاني. وفي عصام فاروق برضو اللعيب ولد صغير ولد صغير نازل عامل كويس عامل لعب حاجه و30 دقيقه وسابه كتير سابه كتير عصام فاروق يعني عامل الماتش اللي فات. يعني قصدي اقول لك طيب نروح على الارقام سريعا عشان وقتنا. عندنا تايم وزليد، انت التايم اللي قعدته فتره وانت كاسب طول الوقت اللي انت كسبان قد ايه مسيطر. تخيل بقى يا كابتن الماتش اللي فات ده كان قصه بقى، يعني النادي الاهلي فضل متاخر في المباراه قد ايه 31 دقيقه ونص وكسب فضل ليد 6 دقايق ونص. النهارده بقى كان ماتش تاني اتلعب النادي الاهلي ليد 37 دقيقه ليد النادي الاهلي. ما هو النادي الزمالك ما طلعش عليه خالص، هو في الاول بس يعني اول دقيقتين ثلاث الاهلي الزمالك طلع ليد دقيقه 14 ثانيه. الماتش اللي فات ماتش بفعل فاعل والماتش ده بفعل فاعل. ايه فاعل بقى مين؟ انا المدرب وجستي خضتنا يا كابتن قلت فعل فاعل. لا يعني قصدي ان هي العمليه مش يعني ايه اللي يخليك ان انت في الكوارتر الرابع يبقى انت وصلت لحاجه هتعملها في الكوارتر الرابع هي اللي هتأدي للفرق ده. صحيح. وانت بتجرب في الاول الماتش ده قال لك لا احنا السيناريو بتاع الماتش اللي فات مش هنكرره. صح. مش هنيجي في الاخر ونكسب الماتش، لا هنبتدي من الاول. تم دراسه المباراه الاثنين نتيجه فكر او نتيجه فكر مدربين. كابتن طاهر الوقت عدى سريعا، مبروك النهارده نورتيني وشرفتني كابتن طاهر رجب نجم النادي الاهلي. نحن متشكرين وسهره رمضانيه جميله وفعلا يعني بنشكرك على استمتعنا لهذه الشكر لحضرتك كابتن نورتنا وشرفتنا كابتن محمد السرعاوي بشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك تمام نورتنا وشرفتنا. انا عايز اقول كلمه بس طبعا الحق خارج نطاق التحليل انا مبسوط جدا النهارده من التصوير في الاوتيل وركوب الباص واللعيبه واقفه بصراحه مهنيه وحاجه بتشرفنا احنا كموجودين في القناه بصراحه بدون مجامله والله بدون مجامله. زائد ان احنا طبعا معاك كابتن مصري وشخصيه اعلامي متميز يعني فبصراحه الوقت بيجري مقياس نسبه المشاهده الحمد لله مقياس نسبه المشاهده يعني احنا ما بناخدش ماتشات كتير بس كقناه انما الحمد لله متفوقين. بشكركم يا كباتن. اعزائي المشاهدين دي كان جولتنا النهارده مع استوديو الابطال، ان شاء الله انتظرونا في جوله جديده في استوديو الابطال.